السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبوريكم رسوماتي كلها، أطلع حواليكم رسوماتي كلها. أوكي وكيف أنا أرسم زمان يعني قبل وبعد. يلا شوفوا، هذه قبل وهذه بعد، وبالله يكون في اختلاف جدا كثير مرة. بالله عليكم شوفوا هذه الرسمة، هذه قبل، شوفوا كيف أرسمها. كنت أبقى يعني أقصد إن أطبق كذا تطبيعات على يعني كذا الأشياء، وبس ما عرفت. هذا بعد، شوف كيف الاحتراف يا جماعة. أنا يعني شوفوا بالقصد رسمتها، حتى الرسمة ماني قادرة أضبطها لما صدعت. وكذا خلصنا الفيديو حق رحلة ستة، من اللايك شير سبسكرايب. يا رب يكون